في إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، تمكنت وحدة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية تقوم بتهريب المهاجرين وتدبير رحلات الإبحار السري. العملية جاءت بناء على معلومات مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم مرشحين للقيام برحلة سرية عبر البحر، وبفضل التنسيق المحكم بين وحدات المجموعة والفرقة البحرية لحرس السواحل بأرزيو، تم تسطير خطة محكمة ووضع تشكيل أمني على مستوى الأماكن المشتبه فيها التي من المحتمل أن يتم الانطلاق منها. أسفرت العملية عن توقيف 18 شخص، 12 مواطن جزائري، 2 منهم محل بحث، و6 أشخاص من جنسية مغربية. حجز قارب نزهة مزود بمحرك نوع ياماها، مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 4206 أورو إضافة إلى 11900 دينار جزائري. جوازات سفر. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المتورطين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو حول جناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية، جناية تبييض الأموال، وجنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة.